يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض توست بالجبنه السايحه اللي كلنا بنحبه بس بتويست كده مختلف شويه، وبعد كده هنعمل مشروب الكيوي بالسودا. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ زي ما قلت لكم بسيطه جدا، عندي هنا شويه من التوست، عندي هنا شويه من الجبنه الجودة، وهنا نقدر نستعمل جودة أو شيدر أبيض أو أحمر، ممكن بروفولون، موتزاريلا، أي نوع جبنة بتسيح كويس. عندي هنا زبدة، وعندي بقدونس مفروم ناعم قوي، وعندي شوية من التوم المفروم، وده كل اللي عندنا. بولة سريعة كده، وعندي طاسة بتسخن على النار على نار متوسطة. هجيب الزبدة والتوم والبقدونس، هنزل اهو بالزبدة عليها البقدونس، وهننزل بالثوم المفروم، خلاص، ونديها تتبيلة كده سريعة من الملح والفلفل الأسود. ده يعني ايه توست الجبنة السايحة اللي بنعمله عندنا في البيوت على طول، بس ايه ناخده في حتة أعلى شوية نطعمه كده برضو من بره بالميكس بتاع البطر ده. تقليبة كده، تأكد بس ان الطعم بتاع البقدونس والثوم يبتدي يدوب في الزبدة. هجيب شرايح التوست فرشة، هنجيب الميكس اللي عملناه بتاع الزبدة، وهندهن كده التوست بتاعنا كله دهنة خفيفة برضو، مش كتير قوي. لو عندنا بقدونس اللي هو المجفف يعني برضو تبقى فكرة ظريفة جدا، اي اعشاب عامة، حتى لو عندنا ريحان او روز ماري مثلا مجفف مجروش. خلاص ناخد التوست بتاعنا بقى اهو، حتة من الجبنة، حط اتنين اهو، نفس الحكايه. خلاص هناخد التوست بتاعنا على طاسه كده، نديله ضغطه بس خفيفه كده، ونسيبه زي ما قلت لكم النار على نار متوسطه، يعني لو كهربا بنتكلم في 6 مثلا او حاجه، او بقى نظبطها بالايد كده. نكمل الباقيين على ما دول ياخدوا اول وش. الكولد كاتس، السلامي، الروز بيف، التركي، الحاجات دي برضو تبقى ظريفة جدا. نحط لها بس طبقة من الجبنة فوق وتحت الكولد كاتس بتاعتنا، يعني نبتدي بطبقة من الجبنة وبعد كده ننزل بالتركي او بالروز بيف او السلامي حتى اللي احنا مستعملينه، او بسطرمة. بص بصة لسه شوية، نديها ايه دقيقة كمان. نديها قلبة كده، بص بقى اللون هو ده. نص صناعين بقى،
طيب غطا بقى خلاص انا هنشيلها دلوقتي، عايزين بس ايه ندي الجبنه اخر مساعده كده، نقطه ميه بعيد بس عن العيش، وهنغطيها بالظبط بالظبط 10 ثواني. شويه البخار بس يساعدوا ايه اخر شويه من الجبنه نتاكد ان هي ايه ساحت تمام. زي الفل. نرفع على طول. بص بقى، بص بص الجبنه سايحه ازاي. هننقل بقى الاثنين اللي فاضلين عندنا. ونفس القصه بقى زي ما عملنا دقيقتين ونقلبها ونديها تاتش الميه ده برضو لو عايزين، مش ضروري قوي بس بيساعد على ان هو يسيح قبل ما تتحرق الطبقه اللي تحت. خلونا نطلع اخطف فاصل في السريع على ما اخلص دول نرجع نقدمهم مع بعض ونعمل على طول المشروب. متروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل عملنا التوست اللي بالجبنه اللي بزبده الاعشاب والثوم، بصوا عليه بقى والجبنه سايحه كده، وممكن نبدل الزبده بمايونيز، فكره برضو هتبقى كويسه. طيب هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل كوكتيل سريع جدا. هنعمل الكيوي بالصودا، عندي شويه من شرايح الكيوي الفريش، عندي مكعبات تلج، عندي سيرب فراوله، واخيرا عندي شويه من الصودا بالليمون. على طول كده مع بعض. هننزل بحلقات الكيوي الاول. اي حاجه متعقمه كده عندنا في المطبخ، ظهر معلقه او حاجه، هديها بس ضغطه خفيفه، عايز اطلع شويه من الطعم. هرسه كده بس على خفيف. هنحس اول ما نلاقي ان طلع منها شويه العصير كده تمام. من هنا هننزل بشويه من سيرب الفراوله. نديها بس ايه زي تقليبه كده خفيفه. مكعبات التلج، كل ما نكتر بقى في التلج كل ما يبقى احسن. اخيرا الصودا بتاعتنا، ومش براحه بقى كده بشويش. نبقى عملنا مع بعض الكيوي بالصودا، ادينا لها كده تاتش من سيرب الفراوله، وعملناها مع التوست بالجبنه السايحه. وزي ما قلت لكم اي نوع جبن احنا عايزين، اي نوع اعشاب في الميكس بتاع الباتر اللي احنا بنعمله من بره. الثوم فكره حلوه، لو الثوم بيتعبنا ممكن نستغنى عن الثوم، وسنه بس ملح وفلفل وكده تمام. كده احنا وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض. السلام عليكم.